ويؤكد مجلس حكماء المسلمين أنه أساءه كما أساء المسلمين والأحرار في جميع أنحاء العالم الإرهاب الصهيوني بحق المسجد الأقصى المبارك والمواطنين الفلسطينيين والقيادات الدينية للمسجد الأقصى المبارك، مشدداً على رفضه القاطع للانتهاكات الصهيونية التي أصبحت تهدد السلم العالمي، داعياً قادة الدول الإسلامية والعربية وكافة الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات والمواقف الصارمة لوقف الإرهاب الصهيوني ومنع تكرار أي إجراءات استفزازية من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي بحق أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، وعدم المساس بالوضع التاريخي القائم للمسجد الأقصى المبارك. إن مجلس حكماء المسلمين إذ يؤكد أن ما يحدث من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته هو إرهاب حقيقي تجرمه كافة القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، فإنه يحذر من أن استمرار هذا الإرهاب يقوض فرص تحقيق السلام العالمي ويشعل فتيل حرب دينية، وهو ما يستدعي تعامل المجتمع الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بحيادية كاملة مع هذه القضية والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. ويحيي حكماء المسلمين صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته ووقوفه في وجه الانتهاكات الصهيونية وإصراره على ضرورة تراجع كيان الاحتلال عن كافة الإجراءات الاستفزازية التي حاول الاحتلال فرضها. ويعلن مجلس حكماء المسلمين عن مشاركته للأزهر الشريف في عقد مؤتمره العالمي عن القدس في شهر سبتمبر المقبل، داعياً كافة المؤسسات والمنظمات والهيئات المعنية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام، مؤكداً أن المؤتمر سيبحث قرارات مصيرية بشأن القدس التي تمثل قضية المسلمين الأولى. كما يدعو المجلس كافة المؤسسات إلى تنفيذ برامج توعوية للتعريف بمكانة المسجد الأقصى المبارك وآليات نصرته، ويهيب المجلس بالمؤسسات التعليمية في العالم العربي والإسلامي تدريس تاريخ المسجد الأقصى ومكانة القدس الشريف في الإسلام. إن مجلس حكماء المسلمين إذ يدعو الأمة العربية والإسلامية إلى توحيد الجهود لنصرة القدس والمسجد الأقصى المبارك، فإنه في الوقت ذاته يحذر من دعوات إقليمية تسعى لاستغلال أحداث القدس للدعوة للاحتجاج والتظاهر خلال موسم الحج، مشدداً على أن هذه الدعوات تحمل في طياتها أهدافاً طائفية مغرضة لإفساد موسم الحج، موضحاً أن نصرة الأقصى ليست بالتظاهر أو الاحتجاج خلال موسم الحج، ولكن بدعم صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة الإرهاب الصهيوني.